بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أسأل الله رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن الأداء وأن يرزقكم حسن الإنصات وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، إنه القادر على ذلك. النهاردة هنتكلم عن إزاي ولي الأمر في البيت يقدر ينزل البرنامج بتاع زوم. إذا كان على الكمبيوتر بيكتب في جوجل زوم داونلودر، بعد ما يعمل كده يبدأ يدخل على الرابط اللي طلع له ويعمل داونلود أو تحميل أو تنزيل. بعد ما يعمل التحميل بيطلع له الأيقونة بتاعت أنه بيسطبه على الكمبيوتر، فيبدأ يعمل تسطيب ليه على الكمبيوتر أو تنزيل ليه على الكمبيوتر. بعد ما نزل البرنامج يسطبه بقى، بعد كده بيدخل على أول ما يسطب خلاص على كده بيدخل على البرنامج نفسه. أما للآيفون والآيباد فيدخل على الأب ستور، يدخل عليها ويكتب في البحث، يدخل على البحث ويكتب زوم كلاود، هي زوم أول واحدة، ويبدأ ياخد أول واحدة دي اللي هي زوم كلاود ميتينج، هينزلها. بعد ما ينزلها يعمل لها فتح، ولما يعمل الفتح جوين ميتينج، وبعدين يبدا ان هو لو انا بعت له الرابط يدخل على الرابط مباشره اللي انا بعته له، وده يدخله على طول مباشره على الميتينج او اللقاء اللي احنا عاملينه ويستفاد منه بطريقه كويسه. اما على السامسونج او الاجهزه الاخرى فبيدخل على متجر التطبيقات ده هو اللي هو ده، ويبدأ من متجر التطبيقات يبدأ يكتب هنا، طبعا بيدخل هنا على زوم ميتينج، ويبدأ يعمل له زوم كلاود ميتينج، ويبدأ يعمل له تنزيل. تبدأ العلامة تبدأ تلف كده، تلف 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 زي ما هي بتلف كده، وبعد كده يبدأ يعمل ايه، يبدأ يدخل عليه من خلال الرابط اللي احنا بنبعته له، بيكون اسهل ليه بكتير. ده شيء بسيط وسهل جدا، ونتمنى يكون فيها افادة للجميع ان شاء الله. بالنسبة للكمبيوتر، بعد ما بننزله ونسطبه على الكمبيوتر بيجي لنا حاجة اسمها join a meeting، نبدأ ندوس عليها كده، ولما ندوس عليها بيبقى في رقم احنا بنبعته لكم، وبعدين في باسورد برضو كمان. بعد ما نكتب الاي دي ونكتب الباسورد نبدا نعمل انتر، يبدا يحصل ايه، دخول كده. هنا بيقول لي جوين ويز فيديو، طبعا احنا عايزين الفيديو على اساس ان احنا بنشوف معاه الطفل ونبدا نتواصل معاه. يبدا يحمل كده البرنامج ويبدا نعمل على طول المقابله. هنا بيقول لي حاجه مهمه جدا بتجيلنا اللي هي join with computer audio، مهمة جدا ان احنا نعمل join with computer audio، دي مهمة جدا عندنا عشان خاطر الصوت يطلع والفيديو يطلع بعد كده. شوف هناك انا البرنامج مفتوح هناك، سادة الصوت واصل هناك دلوقتي عندنا، تمام. فده مهم جدا جدا عندنا ان احنا يكون فيه بنفس الطريقة دي كده، وبيطلع الشكل بيكون كده بنفس الطريقة دي كده، ونبدأ نعمل الايه، التواصل معه. عندنا هنا في ايقونة تحت اللي هي ايقونة الكاميرا دي عشان تطلع صورتنا هنا بنفس الطريقة دي كده، فيديو واضح. لو ما فتحناهاش وهي مكسورة كده بعصاية حمراء يعني هتطلع صورة بنفس الطريقة دي كده. عندنا كمان الايقونة بتاعت الميكروفون لازم تكون مفتوحة عشان ما تبقاش عليها مكسورة بعصاية حمراء كده، لو حصل كده يبقى مفيش تواصل ولا هنسمع صوت ولي الأمر ولا حاجة زي كده. ده بالنسبة للكمبيوتر. أما بخصوص الموبايل فبنعمل دلوقتي هنا join a meeting، هنا هي ببدأ أدوس عليها الاي دي، وبعدين نكتب الباسورد، وبعدين نعمل join
فيبدأ مباشرة تطلع لنا رسالة زي كده بتقول please enter your meeting password، اكتب اللي هي أسامة. مهم جدا عندنا ان احنا ندوس على join with video، لان احنا عايزين نعمل فيديو في الاساس اهي الاولى دي join with video، ويبدأ يقول لي ان انت تواصلت خلاص معانا كده. نبدأ ندخل بنفس الطريقة كده زي ما دخلنا. هنا لازم ندوس كده على الشاشة في علامة السماعة، ياريت اللي بيعمل المونتاج يعملها علامة السماعة، ندوس عليها كده يقول لي واي فاي اور مش عارف ايه داتا، فيبدأ يتواصل مع الداتا مباشرة. اعمل كده كلمة سماح للميكروفون، اعمل سماح، يبدأ كده خلاص وصل تواصل معايا. وبعدين ابدأ اشوف الايه الكاميرا هنا مقفولة، ابدأ افتح الكاميرا كده فيطلع لي المربع بتاع الكاميرا ان هي شغالة بنفس الطريقة دي كده. طبعا في حل جميل جدا بالنسبة للي بيستخدموا الواتساب على الايفون او على السامسونج او على اي جهاز، احنا بنبعت في الرسالة اللي موجودة على الواتساب بنبعت رابط مباشرة، بدل ما تكتب الاي دي وتكتب الباسورد، مباشرة تدخل على الرابط بتاع الزوم كده يدخلك يطلع لك العلامة بتاع الزوم تحت كده، نبدأ ندخل كده فيبدأ يقول لي join with meeting، اقول ايه اوكي، وتبدأ تمر بالخطوات اللي احنا شرحناها سابقا ان شاء الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، نتمنى من الجميع الافادة بإذن الله.